التجربة كانت حلوة كتير، تعلمت كتير، استفدت كتير. هي أول تجربة إلي في هذا المجال. هاي التجربة خلت عندي طموح تاني، يعني عملت شوي ميول لأحلامي وطموحاتي، غيرت كتير شغلات فيني شخصياً. تعرفت على ناس كتير يعني كويسين ومحترمين وحبابين، خلت عندي نوع من أنواع الثقافة المختلفة اللي بتضم من أكثر من بلد. الجروب اللي اشتغلت معه من أول يوم دخلت فيه الغرفة تمنيت أكون معهم، وفعلاً كنت معهم وما بعرف كيف تم الاختيار، بس كانوا أحلى جروب في العالم. عيطنا كتير في النهاية، وبس الحمد لله بتمنى أكون أفضل سفيرة مثلت بلدي الأردن وبلدي فلسطين، يلي إن شاء الله رب العالمين الفيلم الجاي اللي ممكن أعمله حيكون إلها وفيها.